غادي نحيي حواسي ديالي باش نحيي هاد الماسكيطه. دابا سيري صراحه زوجي بوجي تغدى صراحة تبارك الله سنان جوز زين الله ما مزوج غير انا يولي تسير تشوف صير تشوف الليلية السلام عليكم. صباح الخير احبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو. هذه مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. انا اليوم في التورناج، عندي التورناج ديال واحد الباساج في واحد البرنامج ان شاء الله في رمضان. استاذ عادل هو ديما تابعيني، هو وبنتي اللي والد راه ما خصو يمثل، ما خصو يخدم، ما خصو يدير والو، ديما تابعيني بزوج بهم. والمهم انتم معايا، نحاول نشارك معكم شويه من الكوليس حيت ما يمكنش ليا نصور، نحاول نخطف لكم واحد شويه وانتم معايا. نشوف هذا النهار كيفاش هيدوز، كنتمنى ان شاء الله يدوز كلشي بخير وعلى خير. حنا في واحد الكافي اللي هي جالسين كنتسنى التورناج، كنتسنى زعما الباساج ديالي انا يوصل نوبته. انا حط نوريكم اللبسه ديال اليوم اختي، الحطه ديال اليوم ما عرفتش واش تبان لكم ولا لا. المهم الصبر ديالها فحال هكا. شوفوا اختكم وقع ليا مشكل بسبب هذاك السمك المعلب، خرج لي هنايا الحبوب حيت اصلا انا اليرجيك منه ومشيت كليته. المهم هو عادل غيجي يصور لي اللبسه حيت ما قدرتش نوريكم مزيان. عادل فيت خلى هذاك اللي كيسول البنات على الاوتفيت بشحال طالع لك الاوتفيت. المهم السبر ديلا جوردان، ياك سميتها جوردان، السبر ديلا جوردان ب 350 درهم. هذا الخلخال هذا ب 1200 درهم. الكولون ب وقيلا 120 ديكاتلون. البودي 100 درهم. الساك 100 درهم. الخاتم والمكانه جابها لي سي عادل كادور، ما عرفاش الثمن ديالو. سي هي كتزغنى خصني نشوفها. غيبه ديال بنتي كورومبو، مفتش كورومبو ياك لبسه داك الموكل. المهم صبر ديلا، انا وسي هي زعما مطقمين داكشي شي كي كتمشى. نقلب لكم الكاميرا وصافي، واخا ما يمكنليش، ما عنديش الحق نصور غير باش نوريكم الاجواء، يعني لفه خفيفه وصافي. احنا حاليا كنصوروا في مدينه تمارا وانتم معنا، معايا خويا صديقي شعيب قيس انت وهايا انتم معايا. ها هو شعيب. شكون انت؟ انا بابي. المهم سيليا وعادله باقيين كيتسناوني هنايا. سيليا قول لها ماما عيتينا اليوم، قول لها اليوم صافي عينا اليوم، قول لها غنعسو معاك، غنعسو مع الدجاج اليوم. انا ساليت لا سيتياسيون اللي كانت عندي،
مي باقا كنتسنى تنسى عليهم كلين وهانتوما معنا نشوف شكون جاي. شوف شكون جاي كيسون. انا كرش كسبقه كقيسون كيسون كرزقي بوكل رزق بوكل رزقي بوكل رزق. شوف فورما فورما ديال داك الدفتر كرون فورما كرون فورما نوالي بس كنت كنقول لخويا سير ما بغيتش صافي غيزتي لي. المهم احبابي من بعد ما جيت من التورناج الصراحه النهار كله دوزنا تمايا الوجه عيا الماكياج دبل واخا انا راه ماكياجي راكم شايفين ماشي شي ماكياج نيس. اول حاجه غادي نغسل وجهي هاد الماشين هادي اللي كنشارك معكم ديما ونغسل وجهي بهذا ديال فيتامين سي وغادي ندير هاد لي ماسك هادو. الصراحه كنت باغا نصايب دي ماسك هكايا اللي واجدين اللي زعما طبيعي في الدار شي حاجه ناتوريل مي غنستعمل هادو اللي واجدين. قلت علاش لي ما نستعملهمش عندي غنستعمل هاد لي ماسك هاد لي ماسك هادو غنستعمل هاد لي ماسك هادو اللي واجدين حيت صراحة العيا ضربت لي ياسين من القاموس اللغوي. هاد لي ماسك هادو اللي واجدين حيت العيا وفي نفس الوقت ما خصنيش نخلي وجهي هكا والله ما قاسين عربة ما خصنيش نخلي وجهي هكا تعبان وشحفان والعيا وشوفوا عينيا كيفاش طافين. خصني على الاقل نتهلا في وجهي واحد شويه ولو بهادو اللي واجدين رغم راه داكشي اللي كنصايبو في الدار اولا وصفات طبيعيه راه حسن من هادو ولكن نقضيو بعدا بهادو دابا حيت ما عنديش جهد صراحه باش نصايب شي حاجه وما خصنيش نعس بوجهي هكا شحفان. اول حاجه عندي هذا ديال الهايلورونيك ما كنعرفش نقولها الهايلورونيك اسيد وفيه المهم فيه بزاف ديال الباور فيه بزاف ديال المنافع بالنسبه للبشره اللي هو هذا. ثاني حاجه غنستعمل هذا فيه الافوكادو فيه الزيتون فيه لي زيبينار وفيه الليمون اللي هو الحامض وفيه العسل وفيه الكيوي. وثالث حاجه اللي هو هذا ديال فيتامين سي ديال هذا النيت نفس لا مارك ديال هذا ونفس المكونات ديال هذا الصابون هذا اللي غنتوي به وجهي ديال هذه اللي نتويو الوجه. اول حاجه غادي نديرها جمعت شعري بعدا شعري مسكين حتى هو راه عيان شحف شعري حتى الصباح ان شاء الله غنوض غادي نحاول نشقو بالزيت ديال دابا حاليا كنتبع هذه الفراسك ما جبتيش ليا لاخر سنه ليا تريت شوب خاصني نكوموندي. المهم غادي نحاول نشققو بهذاك الزيت ديال تريت شوب وغادي نخليه واحد نص ساعه حتى الساعه الا ربع وندخل ندوش في الصباح بكري. المهم دابا حاليا نساليو بعدا وجهنا تبارك من البلابلا ناني شحال في هاد البلابلا 3 دقائق ديال البلابلا نغسلو بعدا وجهنا ويحمي الله. باندا عادي ديما تيقولي عادي تتقولي باندا ملي كنكون دايره ديجا حيت انا تحت من عينيا كنكحلو غير بواحد لوجيل كنولي بحال باندا. المهم هاد الماشينه هادي الصراحه كتعجبني كنحس بوجهي تليطويه لابو ديالي اصلا انا نقيه الحمد لله الصراحه وجهي واخا ما نتهلاش فيه كندير الوصفات الطبيعيه مره مره ماشي ديما واخا ما نتسوقش زعما شويه لوجهي لابو اصلا نقيه. حاجه وحده هي نبعد من اللوز ومن الزبده وديف واحد الشكلاط كاين شي انواع ديال الشكلاط اللي كيخرجوا ليا الحبوب وكاين شي انواع اللي ما كيديروا ليا والو بحال ميلكا ما كدير ليا والو. سمعتي وجه الرخا ميلكا ما كدير ليا والو وجه الرخا شنو وجه الرخا طرفايلو وفيريرو فيريرو اون جينيرال ما كدير ليا والو جالاكسي تاهي ما كدير ليا والو ولكن كاينين شي ماركات لي الا كليتهم صافي وجهي كيولي بحال بحال نغسلو هاد الباندار. احنا غادي نستعمل اول حاجه غنبدا بهذا عادي اجي زي الى واحد نبدا به نتشاور اختي نتشاور نتشاور مع زمايلي الى واحد عادي يلا سربي 15 دقيقه في كل واحد. هاد ديالك ولا ديالك هذا هذا الهيلورونيك اسيد
هذا فيه افوكا والحامض والزبينه والكيوي والعسل. لا راه نديرهم كاملين غير دابا باش نضربش. اي غدي بهذا حيت هذا كيغدي زعما تيغدي. هذا فيه فيتامين سي. انت ديجا اصلا عندك شحال من برودوي ديال فيتامين سي؟ يعني هذا نخليه كاع بلا شمره. اه اذا ديري هذا دير هذا بوحدو واقيلا. ديري هذا هو اللي بان لي فيه العناصر الافوكادو حيت بصح راه وجهي عيان. وجهك ما كيتحسرش حاشاك. شما عليك عيرتيني قدام الكاميرا. عيرتيني قدام الكاميرا دابا. الناس كاملين عارفين وقت تحبني. فركوس شكون هادي اللي كتحب فرك؟ فركوس من هنا كتحبني. كتحبني دابا نتايا كتحبك ولا كتحبها؟ كتحبني وكنحبها. شكون قالها لك؟ وكنحبها وكتحبني. شكون قالها لك؟ شكون قالها لك؟ شكون قالها لك؟ حبيتي؟ لا كيتحس كيتحس. وكيتقاس؟ مكيتقاس؟ لا كيتقاس. شكون قالك مكيتقاس؟ كيتقاس. علاش كيتقاس؟ كيتخاص من العمل والتصرف الحسن بزاف الحوايج كيتخاص. انت مثال بسيط انت دابا هاد الحوتات هادو من تنوقف في حداهم اش كيديرو؟ كيتجمعو كاملين. كلهم كيتجمعو عندي علاش؟ حيت عارفين بانهم عزازين عليا. كنجي نعطيهم الماكله نقي ليهم فمن كيشوفوني تيعرفوني راه جاي نتهلا فيهم. انت شفتك كلشي كيجي. فكرتيني هذيك ما كلاتش يومين. شكون هذا؟ عليهم الدجاج ما تيخليوش يهبط باش هذيك الفرنكوزه تاكل. الحوت كياكل الدجاج فهمت؟ عادي خصك تشري لي هذيك اللعيبه. شنو اللعيبه هذيك اللي دايره فحال الرخامه كيديروا لها هكا كديروا الماسك وكتبقى دوزها هي بحال هكا. اه كديروا لها عرفت هادي بحال ديال الكداب. غير ماشي حرشة بحال ديال الكداب. اي خاصك تشري عليا سينا خوك يا باكا تعطيني ديك ديال الفلاهي. شنو هي الفلاهي؟ الفلاهي ما عرفتي شنو غدير انت دابا. كيقول لك لي طيبات المعفون ياكلوا راجل ياك. دابا نتا عندي لك هاد لوجيل هاد حشومة يطيح ياك ماجي وتقاعد. شنو هاد اللي بقى من الناس؟ نستافدو منو باش نخسر؟ وتجربي فيا انا عمرك شي ماسك؟ لا راه هاد الماسك اللي دايره في وجهي هادشي ديالو يعني. شنو هاد الشياقة ديالو؟ دابا نوجه الشياقة انا. انت وجه انك تشري ياك انا نشري وديري لي الشياطه في الاخر. ومرتك تفرح وديما يا راجلي العزيز. ولا اصلا خدامين عليك خدام عليك انت وعلى بنتي زعما ماشي خدام على راسك. خدمت على راسي. نو ما خدامش على راسي ما تنكرش. نو ما خدامش على راسي حتى ملي كتشري من ملي كتهلاي فيا كتهلاي فيا من عندي. كيفاش من عندك؟ كدوزي تعزلي داكشي اللي بغيتي وتجيبي كدوزي صافي تدوز عند فلان تحاسب معاه. مو كضحكي دير الماسك مخصي ما قدرتش تهضر نقولو جاوتي دير ايه شو بالك 15 هذا الماسك فيه بلاصه اجي 15 فيه بلاصه لا ماشي علاش انا عندي 15 لا انت قلتي 15 لا حيت الماسك ديز من هنايا. اه المهم انا ما غاديش نوليها. كيفاش ما توليش؟ تولي زين هان علاش انت بغا تولي خرج؟ لا شنو عيني بعدا؟ هاهم صافي ما عندكش اصلا عينيك. شنو عمرهم كان عندك؟ هاهم ديما كانوا دايرين النهار تزوج فيكم تديرو والله ما خليهم هكاك. كيشوفوش مزيان؟ لا بالعكس كيشوفو مزيان. هذوك اللي عينيهم مسدودين هما اللي كيشوفو مزيان.
شتي اليابانيين شناهو فين واصلين؟ شتي اليابانيين شناهو فين واصلين؟ عيني هما مجيبدين شنو فين واصلين؟ صافي نمشي وليت زين زين ديري بعدا على وشك نمشي يلا واحد شويه وجيت غسل وشك وطلعت يا ما احلى عيوني شمسي شموسي يلا بنا نلعب وينمر نشرب لبن القاموسي صافي يلا نعاوني لبن القاموسي القاموسي واخا احسب لك ما لا هذا سميتو يونس شلبي الله يرحمه قاموسة راحت ابي القاموسة ايوا قاموسة راحت ابي القاموسة يا عيني ما لقتهاش قاموسة لا غادي نحي حوسي نجد باش نحي هذا الماسكتو صراحة الزوجي أنا كنحس بوجهي الشيطان قال الله ما مزوج غير انا يا ولي تسير تشوف صير تشوف الليليه غادي ندير نغسل وجهي غير بالماء وغنعاود ندير ماسك اخر نعاود ندير الاخر ولا صافي بهرب لا بهرب كيفاش تخلطيه المهم غادي نغسل وجهي اجيب لي هذاك لو جيل عادي ديال سميتو ديال الوي فيرا ديك اللي قرعتها بشي شكل تاع عادي رضي الله دابا غادي نغسل وجهي غير بالماء عادي ما ندير ولا صابون ولا وغادي ندير كلشي ديال خاله ولا عمه ولا لا ماشي عمه حيت المهم غادي نغسل وجهي بالماء وغندير غير هذا وصافي غنمشي نرتاح الصباح ان شاء الله غنوض اول حاجه غنبدا بها نشكل شعري بزيت ديال كريتشوب بيد ما نبدا الدويا في الطنجره وندخل دابا في الدوش درتيك الحماس الواحد ولي تهلا في لاصو كنزيان تهلا في لاصك كنزيان كنزيان ودنيك مالها وصل الصابون حتى لودنيك مزيان ودنيك شفتي شنو كنت كندير مشى كاع لك زعما بغى يزيان دابا كتزيان على حساب مرتك ولا على حساب راسك على حساب بنتي على حساب مرتك الصراحه ماشي على ظهر مرتك لي برودوي ديالي وهذيك لا ماشين ديالي زعما شنو سقلتي في هادي صمتك في هادي الشعبيه يلاه غسل غسل هذيك لا ماشين مسكين سكتي سكتي ما عرفني سكتها سكتي سكتي دير ديك الجيل ديال الوي فيرا باش تزيان ديال بصح نشوف شنو هي هذيك فروج نشوف راسك شاف حيت الشعر خفيف بزاف لا قصير زعما بزاف قصير كديري بحال الحلاق عندك واعر حلاق ولا حلاقة بعدا حلاقة كدير الحلاق شحال اخي باي